خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي، برضو نطمن على ملعب المباراة وماذا يحدث في الجزائر الآن. يا أستاذ خالد، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بأخوتي الإسلام، إزاي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. طبعا يعني إحنا في مثل هذه الحالات لازم نقول هارد لك، لأن إحنا نقطة بالنسبة لنا أعتقد أن هي كان من الممكن أن يكون أفضل مما كان في هذه المباراة. أستاذ خالد، والله بص يا كابتن سامي، بدايه كويسه الحمد لله، ابتدت ترجع وتتلم وبتتعادل على بره ارضك في فرقه برضه ما هياش سهله، وبلد فيها كوره ما هياش يعني، وملعب ترتان يعني. الحمد لله انا معتبر النتيجه دي نتيجه كويسه، تمام، بدايه كويسه ان شاء الله لجيل جديد للنادي، فرقه جديده وبهفاني جديد ان شاء الله كده باذن الله. انا متفائل ونعوض بقى النقطتين اللي راحوا ان شاء الله في العوده بقى. استاذ خالد، قد تكون هذه المباراه هي نقطه انطلاق للقادم، ده قصد حضرتك ان هي تبقى نقطه انطلاق للقادم وان احنا نقدر نكسب كل ان شاء الله الفرق القادمه يعني؟ لا مش سامع، سامع معلش. بقول لحضرتك ان يعني من الممكن جدا ان تكون هذه المباراه هي بدايه انطلاقه جديده للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. اه بالظبط، انا شايف كده يعني. النهارده فريق جديد معظمه لعيبه صفقات جديده بيتجانسوا حبه بحبه. المباراه النهارده الشوط الثاني احنا لمينا نفسنا كويس وكنا الاقرب وسيطره اكتر في الشوط الثاني. بالظبط، فانا ان شاء الله يعني انا بقول لها بدايه كويسه. استاذ خالد، طمنا بقى على الاجواء ما بعد المباراه، هل في مشاكل، هل في اي حاجه بتحصل، ولا الامور ماشيه بشكل كويس؟ لا لا لا، الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. احنا في اوضه اللبس دلوقتي، واللعيبه طبعا وليد سليمان عنده خدمه جامده. اللعيبه يعني حالتهم النفسيه كويسه، حاسين ان هم بيرجعوا النادي الاهلي يعني برضه اسمه كبير، واللعيبه يعني الانتماء واضح يعني. النهارده اللعيبه مبسوطه يعني. النهارده لو كنا الله يقدر خسرنا كان يبقى الوضع مش كويس، الوضع سيء. انما انما الدنيا كويسه، والنفس اللعيبه يعني مبسوطه ان هم ابتدوا يرجعوا يعني، ابتدى الفريق يتجانس. تمام، هل اتحركتوا للاوتيل ولا لسه ما اتحركتوش؟ لا احنا لسه في الاستاد في الملعب، هم اللعيبه في اوضه اللبس لسه انا معاهم، ويعني قدامنا لسه مش اقل من نص ساعه يعني. استاذ خالد، الناس كلها بتسال على ماذا حدث من رمضان صبحي عشان يقدر ياخد انذار، يعني هو كريم كان معانا وبيقول ان هو اللاعب رقم 27 هو اللي احتك برمضان. ما طبعا هو خلي بالك ساعتها احنا كنا مغلوبين 1-0، اللعيب بيشوف الكوره بعيد بيبعد الكوره عشان ما تتلعبش قوي. فرمضان متحمس يعني، رمضان يا جماعه ابن النادي الاهلي، ورمضان عنده حماس غير عادي يعني. نعم طبعا الراجل يبص للوقت اللي بيه، وهم تعرف برضو الفرقه او الجزائر عامه او شمال افريقيا عامه بيحبوا تضييع الوقت اساسا يعني. مظبوط، فدي طبعا بتنعكس على الحماس بتاع رمضان يعني. تمام، هترجعوا امتى بالسلامه يا فندم؟ احنا بكره ان شاء الله هنرجع الجزائر العاصمه عشان مواعيد الطيران يعني، النهارده مفيش طياره خلاص، فبكره هنرجع الجزائر العاصمه، بس هتكون فاتتنا طياره مصر، فهنرجع مصر لحد ان شاء الله. تيجوا بالسلامة ونتمنى لكم كل التوفيق يا أستاذ خالد. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي وأمين الصندوق في مجلس إدارة النادي الأهلي. اتفضل يا كابتن شريف.